أقام متبرعون من دولة الكويت وبرعاية مؤسسة اليتيم الخيرية مهرجان حملة عطايا السخي في قاعة عشتار الكائنة في حي الزهراء بمحافظة النجف الأشرف لكسوة 350 يتيما ويتيمة من أيتام ضحايا الإرهاب وغيرهم من المسجلين في المؤسسة، وذلك بالتزامن مع مولد الإمام الحسن عليه السلام. تقيم مؤسسة اليتيم الخيرية مهرجانها السنوي بمناسبة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه، وبالتعاون مع حملة عطايا السخي من دولة الكويت بالتوزيع ملابس على 350 يتيم. عيني قبل لساني تحكي عن حبيبي بلا كتمان، مو قلت سألوني عنك بيك فضحتني الأجفان. وتضمن المهرجان فعاليات مبهجة للأيتام ومسابقات وتوزيع هدايا عينية وألعاب مختلفة، وقد تركت المؤسسة لهم حرية الاختيار ليقوموا باختيار ما يناسبهم من الملابس وحسب رغبتهم، وذلك لتنمية قدرتهم وتشجيعهم على حسن الاختيار. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين. تقيم حملة عطايا السخي من دولة الكويت وبالتنسيق مع مؤسسة اليتيم الخيرية احتفال في ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، في توزيع كسوة العيد لأيتام المؤمنين وزرع الفرح في قلوبهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية جاءت ضمن مهرجان كسوة الأيتام الذي سيقام في عموم العراق قبيل عيد الفطر المبارك لهذا العام، ليشمل 110,110 يتيما ويتيمة مسجلين لدى المؤسسة التي يرعاها مكتب المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله. نهنئ الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بولادة الإمام الحسن المجتبى. وقد قامت مؤسسة اليتيم الخير مشكورة بتوزيع الملابس على الأيتام وجزاهم الله خير الجزاء إن شاء الله في ميزان حسناتهم. قسم الإعلام مؤسسة اليتيم الخيرية.